السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا عايز افعل السكشن او ان انا اخذ قطاع في قلب الشكل بتاعي، فبروح للفيو بوينت واقول له انيبل سكشن. الاقي اول زرار دوت بيتيح لي ان انا افعل السكشن او اقفله. بعد كده بلاقي المود، بختار بقى بلان ولا بوكس. بلان بيبقى قاطع مثلا في التوب او في الجنب، انما البوكس بيديني صندوق وانا اتحكم في حجم الصندوق دوت واكبره زي ما انا عايز واصغره واروح مثلا خليه يتحرك يمين او شمال زي ما انا عايز. تمام، ممكن احركه موف، ممكن اقول له روتيت ويبدا يلف معايا بالشكل دوت، ممكن اقول له سكيل وابدا اكبر فيه واصغر فيه زي ما انا عايز. بالشكل دوت تقدر تقول له موف وتحركه بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له انا مش عايز البوكس دوت، انا عايز بلان، وابدا اتحكم في الحجم بتاعه. ممكن اقول له فيت يحس بقده بالظبط. ممكن بقى اختار اني بلان عايزه، وممكن اجي هنا في السيتنج اقول له مثلا انا عايز من التوب او انا عايز من الفرونت، وممكن اقول له افعل اكتر من واحد. يعني هنا مثلا من الفرونت اهو، خليه يتحرك مثلا كده، واقول له برضو التوب خليه يظهر معاك وخليه ينزل بالشكل دوت اهو. يبقى انا عامل سكشنين، ممكن اخلي فيه اكتر من سكشن شغال اهو، واقدر اتحكم فيهم زي ما انا عايز. فانا كده عامل سكشن من فوق ومن الجنب ويمين وليفت وفرونت على البسكشن. تمام، ممكن تتحرك بالارقام، تكتب الرقم اللي انت عايزه هنا ويبدا يتحرك معاك. يعني بدل واحد سالب واحد خلي اتنين مثلا فيتحرك معاك. ممكن تقول له سيف فيو بوينت فيبدا يسيف لي الفيو بوينت بالشكل دوت. تمام، ممكن تروح بقى ايه عامل دي كده تختار السكشن هيبقى في انهي واحده فيهم، يبقى انت عندك سكشن هيبقى بالشكل دوت.